يوم جديد وحديث متجدد للصحافة أقدمه لكم من قناة التغيير، وأبدأ بالعناوين. نبدأ من صحيفة السياسة الكويتية، وهذا داود البصري يكتب: النظام الإيراني وحماية عتبات العراق المقدسة. تتساءل صحيفة الشرق الأوسط على لسان الكاتب طارق الحميد: هل داعش أسرع من أمريكا والغرب؟ وهذا فيصل القاسم يكتب في القدس العربي: نموت كي يحيا الوطن، يحيا لمن؟ وإلى الكاتب عبد العزيز المقالح في صحيفة الخليج: المسرح العربي جديد. وإلى موقع ساحات التحرير، حيث كتب عبد اللطيف السعدون: العراق في قبضة الشياطين. خالد القراغولي ومقال له في موقع كتابات الإلكتروني: الإسلام تجارة رائجة لكن تجارها ماكرون. وهذا ثائر الجنابي يكتب في موقع أيضا كتابات الإلكتروني: العراق وزيادته. تحقيق من صحيفة العالم البنتاغون: نخوض صراعا ثقافيا ودينيا وجغرافيا معقدا في كل من العراق وسوريا. وإلى إلاف تحقيق يتحدث حول رجل دين شيعي يقول: مقاتلو داعش أذكياء لا يخشون الموت. تحقيق من صحيفة إلاف أيضا: خبراء داعش قد يستخدم فيروس إيبولا للقتل الجماعي. إلى الصحف العبرية هآرتس: الحكومة الإسرائيلية تعيش حالة تناقض. وإلى إسرائيل اليوم: الضغط على النقاط الحساسة. إلى الأخبار المنوعة من صحيفة المستقبل اللبنانية: الإكثار من الماء يحارب متاعب سن اليأس. أخيرا من صحيفة السفير: العلامات التجارية الأغلى في العالم. أرحب بكم مشاهدينا من جديد، ومن العناوين إلى المقالات والتحقيقات، ونبدأ بالملف العراقي. أهلا بكم. البداية من صحيفة السياسة الكويتية، حيث نقرأ مقالا للكاتب داود البصري، وجاء بعنوان: النظام الإيراني وحماية عتبات العراق المقدسة. يقول فيه: في تصريح مثير للتأمل صرح نائب وزير دفاع ملال إيران رضا طلاي بأن هنالك تنسيقا بين النظام وحكومة العراق. هذا التنسيق يتيح لقوات الملال التدخل العسكري لحماية العتبات المقدسة إن تعرضت لخطر. هذا التصريح أيضا الغريب يحمل إرهاصات ومؤشرات وسيناريوهات تغلغل وتوسع إيراني واسع النطاق عبر توفير الظروف المساعدة والمهيئة لأسباب وعوامل ذلك التدخل، الغزو بطبيعة الحال، وعبر تبريرات حماية أماكن عبادة هي أصلا خاضعة للسيادة العراقية المحضة ولا سلطة لإيران من أي نوع عليها، بل إنها تذكرنا وبشكل فج بممارسات شاهات وملوك بلاد فارس خلال حقبة الصراع العثماني الفارسي على العراق المحتل عثمانيا وقت ذاك. يتابع الكاتب فيقول: إن زمن
طم هاسب ونادر شاه وكريم خان زند ورضا بهلوي قد ذهب لغير رجعة، وأن عتبات العراق المقدسة ولمختلف الملل والطوائف والنحل هي مسؤولية وطنية عراقية لا تحتمل أي تدخل من أي نوع من أي طرف. شعب العراق أقدر على احتضان وحماية الأماكن العبادية المقدسة لجمهور المؤمنين، فعتبات مدينة سامراء المقدسة مثل أضرحة الإمامين العسكريين كانت ولآلاف السنين تحت رعاية سنة العراق دون أن يطرأ ما يعكر صفوة تلك العلاقة. كما أن العلاقات الوثيقة والمتداخلة بين الطوائف العراقية قبل توافد أحزاب وعصابات الفتنة الطائفية هي المثال الأنصع لحالة التوافق والانسجام الوطني العراقي الخالي من العقد المريضة ومن الحساسيات الطائفية المشبوهة التي غذاها الاحتلال الأجنبي، ولعبت ماكينة الحشد والدعاية والتبشير والحقد الإيراني دورا مركزيا في تغذيتها بأساليب عدوات جاهلية متخلفة ليس لها وجود في الضمير الجمعي للعراقيين الوطنيين الحقيقيين المتعالين على الطائفية السقيمة وأمراضها المستشرية المدمرة للنسيج الاجتماعي الحي للمجتمعات المبتلية بها. يضيف الكاتب: لا يخامرنا أدنى شك بأن النظام الملالي حينما يعلم بتغطرس وصلف وعن جهية عن وجود ذلك التنسيق المزعوم مع عصاباته وعملائه ورجاله ومنظماته الإرهابية في العراق، فهو إنما يهدف لإطلاق بالون اختبار وجس نبض الرأي العام المحلي خصوصا في العراق للتغطية على التدخلات التوسعية الإيرانية في العراق، وهي تدخلات تهدد بنسف العراق من الداخل وتفعيل حالة الشقاق الداخلية وتدمير السلم الأهلي. الإيرانيون حينما يتحدثون عن نواياهم المعلنة لحماية العتبات المقدسة في العراق فهم إنما يرسمون ويمنهجون نهجا عدوانيا مستقبليا فظا لمصادرة السيادة العراقية وتوسيع المجال الحيوي الإيراني، وكذلك استغلال العصابات والميليشيات القائمة ميدانيا للهيمنة المطلقة على العراق من خلال البوابة الطائفية الرثة التي يريدون استغلالها لمحاربة ما يقولون أنه ملء للفراغ القيادي والعسكري الرهيب في العراق. يختم الكاتب فيقول: المشكلة في النظام الإيراني غطرسته التي تجعله يغفل عن قراءة التاريخ والاتعاظ من دروسه المرة، وسيتجرع المتغطرسون من جديد كؤوس سموم الهزيمة. والآن إلى صحيفة الشرق الأوسط حيث نطالع مقالا جاء بعنوان: هل داعش أسرع من أمريكا والغرب؟ للكاتب طارق الحميد. يقول فيه: يقول ماثيو أولسون وهو المدير السابق لمركز مكافحة الإرهاب الوطني الأمريكي في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي تشارلي روز أن عدد مقاتلي داعش في العراق وسوريا يبلغ 30,000 مقاتل يضاف إليهم 15,000 مقاتل أجنبي، ما يعني أن لدى داعش الآن قرابة 45,000 مقاتل. يضيف أولسون قائلا أن أحد وأبرز أهم أسباب تكون داعش وبلوغها هذه الدرجة من الخطورة هو الأزمة السورية طوال الأعوام الثلاثة الماضية مع أخطاء نور المالكي، وهو ما منح داعش فرصة الأرض بين كل من العراق وسوريا، وفرصة استقطاب عناصر عراقية وسورية وكذلك استقطاب مقاتلين من الخارج، إضافة إلى ما وقع بيد داعش من مواقع نفطية جعلت التنظيم أغنى تنظيم إرهابي في العالم. يواصل الكاتب فيقول: السؤال هنا كيف يكون بمقدور داعش الاستفادة من الأخطاء لدرجة تكوين مجموعة مقاتلة من قرابة 45,000 مقاتل وفي ظرف عامين أو ثلاثة، بينما تعجز أمريكا والغرب عن تدريب المعارضة السورية المعتدلة وتحديدا الجيش الحر الذي هو أساسا عبارة عن مقاتلين منشقين عن قوات الأسد، ومن لم ينشق منهم فأنه تدرب فعليا بحكم انخراطه في المعركة المستمرة طيلة ثلاثة أعوام ضد الأسد. وعليه كيف يقول الجنرال الأمريكي المتقاعد جون ألان الذي تولى تنسيق ومتابعة تحرك الائتلاف الدولي ضد داعش بأن تدريب مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة هو عملية بعيدة الأمد وأنه أمر سيستغرق وقتا وربما سنوات، وذلك بعد أن صادق الكونغرس الأمريكي على خطة لتدريب وتجهيز مقاتلي المعارضة السورية
كيف يقول الجنرال ألين ذلك بينما لم يسمع العالم بداعش إلا قريبا جدا؟ يضيف الكاتب: إن قصة البترول هذه قصة أخرى تستحق نقاشا منفصلا، إلا أن السؤال الملح هنا والذي يستحق التكرار هو كيف تدرب بل تدرب وتستقطب داعش مقاتليها بهذه السرعة. بينما تقول الإدارة الأمريكية أن تدريب المعارضة السورية يحتاج إلى وقت طويل وربما لسنوات، الحقيقة أن هذا يؤكد أولاً أن داعش تنظيم تقف خلفه أجهزة ودول شريرة في المنطقة، كما أن ذلك يظهر أن الإدارة الأمريكية غير حريصة حتى الآن على التحرك الفعلي والجاد وليس الشكلي للتعامل مع الأزمة السورية. يختم الكاتب فيقول: كيف يكون داعش أسرع وأدق من أمريكا والمجتمع الدولي في التدريب والتجهيز والتسليح، وخصوصاً أن جل مقاتلي جيش الحر في ميدان المعركة ومنذ 3 أعوام؟ الآن ننتقل إلى صحيفة القدس العربية ونقرأ مقالاً للكاتب فيصل القاسم وجاء بعنوان: نموت كي يحيا الوطن، يحيا لمن؟ يقول فيه: يتميز بعض العرب عن بقية شعوب الأرض بتلذذهم بالظلم والألم والعذاب والجور والاستغلال الذي يعانونه على أيدي أنظمتهم وحكوماتهم وجلاديهم. إنه نوع غريب من المازوخية العجيبة التي تحتاج إلى معالجة نفسية فورية. لعل شعراؤنا وفقهاؤنا وبعض أدباؤنا ساهموا بطريقة أو بأخرى في ترسيخ هذا الاستمتاع المرضي بالبطش والاضطهاد، من باب أن الإنسان يجب أن يتحمل كل أنواع التنكيل التي ينزلها الوطن بساكنيه حتى لو داسهم ليل نهار وسامهم سوء العذاب. فالوطن في ثقافتنا العربية يتقدم على المواطن، والأرض العربية أهم من الإنسانية، ومسقط الرأس غال حتى لو أطار رؤوسنا. أما آن الأوان لتلك الجوقة العربية الزاعقة التي ترفع سيف الوطنية الصدئ في وجه كل من يحاول أن ينتقد الوطن وحكامه ويكشف عورات الأوطان وسرطاناتها المتقيحة، أن تبلع ألسنتها وتكف عن المتاجرة بالمشاعر الوطنية. يردف الكاتب القاسم بالقول: متى نتعلم من الأمم الحية التي وضعت الوطن عند حدوده ولم تعامله كآلة يجب تقديسي حتى لو أهانك وأذلك صبح مساء؟ هناك مثل إنجليزي شهير يقول: إن الوطن حيث القلب. فإذا كنت تعيش وتحب بلداً ما حتى لو لم تولد به فهو وطنك الحقيقي، وليس مسقط رأسك الذي أخذ على عاتقه تجريدك من آدميتك منذ اللحظة التعيسة الأولى التي خرجت بها للدنيا. ما الفائدة أن تعيش في وطنك غريباً؟ أليست الغربة الداخلية أصعب وأقسى عشرات المرات من الغربة الخارجية؟ لماذا أدرك الغربيون هذه الحقيقة بينما ما زال بعض مثقفين الموتورين يؤنبون على كل من ينبس ببنت شفاء ضد أوطاننا المزعومة؟ يضيف الكاتب القاسم فيقول: إن المواطنة والديمقراطية ومنظومة حقوق الإنسان الحديثة هي التي جعلت المواطن الغربي يعتبر المكان الذي يعشقه هو وطنه الأصلي غير عابئ بالعواطف الوطنية التقليدية. للأسف الشديد لقد استطاعت الأيديولوجيات العربية أن تضحك علينا بشعاراتها الكاذبة على مدى أكثر من 50 عاماً وأرغمتنا على التظاهر بحب الوطن رغماً عن أنوفنا. بالرغم من أن أفئدة الملايين في هذا الوطن العربي الجريح كانت دائماً تتوق إلى أوطان خارج الوطن لعلها تحقق شيئاً من آدميتها المسلوبة. ليت الشعوب العربية تنبهت إلى مقولة الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عندما قال: ليس هناك بلد أحق بك من بلد، خير البلاد ما حملك. ليتها تمسكت بتلك النصيحة العظيمة في وجه حملات المكارثية القومية العربية التي حاولت دائما أن تجرم كل من يتذمر من صياتها الوطنية، متهمة إياه بالخيانة القومية، مع العلم أن أكثر من خان الأوطان وسلمها للأعداء على أطباق من ذهب هم رافعو الشعارات الوطنية. يختم الكاتب بقوله: لماذا أصبح شعار المغترب العربي أنا مهاجر يا نيالي؟ لماذا تغرورق عينا الإنسان العربي بدموع الحزن والأسى عندما يريد أن يعود إلى أرض وطنه؟ ربما لأن المنفى تحول إلى وطن حقيقي والوطن إلى منفى.
الآن إلى صحيفة الخليج، حيث نطالع مقالاً آخر جاء بعنوان المسرح العربي جديد للكاتب عبد العزيز المقالح. يقول فيه: كان العرب قد حققوا نجاحاً لا يستهان به في تأسيس مسرح إبداعي عربي شد إليه الأنظار، وكانت مصر وسوريا ولبنان والعراق والمغرب من بين أهم الأقطار العربية التي تحقق فيها هذا النجاح، لكن المسرح الإبداعي العربي توقف عن مواصلة دوره، وأدركته في الآونة الأخيرة حالة من التراجع والضمور حتى كاد يختفي إلا من بعض العروض الهزيلة والمضجرة بسبب ظهور مسرح آخر، مسرح دام يكاد يكون مقاما على الأرض العربية كلها، هو المسرح الذي تتجه إليه أبصار سكان العالم اليوم. بعض هذه الأبصار تنظر إلى هذا المسرح الدامي بقدر كبير من التشفي، السخرية، والقليل منها فقط هو الذي ينظر بشيء من الحزن والإشفاق، والمؤكد أنه مسرح واقعي 100%. فيه من المشاهد ما يدخل في إطار مسرح العبث واللا معقول. أي عبث ولا معقول أكثر من أن يقتل العربي أخاه ومواطنه بدم بارد، ولأسباب سياسية واهية أو لخلافات على قشور ليست من الدين ولا من جوهره الناصع الجامع بشيء. يستدرك الكاتب فيقول: لا مبالغة على الإطلاق في القول أن أبصار العالم كلها تتجه في هذه المرحلة ومنذ وقت غير قصير نحو الأرض العربية للفرجة على ما يدور بين أبنائها من حوارات بالأسلحة الفتاكة والمدمرة، وأنها أي أبصار العالم تتابع أسراب الطائرات الحديثة والمرعبة وهي تجول في الأجواء العربية وتنازل خصومها بعيدا عن المواجهة الميدانية، ساعية إلى القضاء المبرم على كل من يمثلون في هذا المسرح الدامي، ويحاولون بوعي أو بلا وعي أن يقيموا مسرحهم الخاص على هذا الجزء أو ذاك من الأرض العربية. الغريب أنه لا أحد من هذا الطرف أو ذاك يريد أن يتفهم الأسباب أو ينظر في الملابسات والقضايا التي أدت إلى هذا الذي يحدث. يضيف الكاتب: أي مسرح قبيح وملعون هو هذا الذي نراه، وأي مشاهد للقتل ومواكب للهجرة والضياع، أي شيطان هو الذي وضع محاور المسرحية واختار لها الزمان والمكان. هي ليست عربية بالتأكيد المؤلف والمخرج من خارج الأرض العربية، الممثلون فقط من العرب، هم يؤدون أدوارهم مسيرين لا مخيرين، المخرج الكبير الذي نعرفه ولا نعرفه هو الذي اختار لهم أدوارهم والأماكن التي ينصبون عليها خشبة مسرحهم وأخشاب موتهم. كان الوعي بالتعايش والوعي بالتسامح قد بدأ يسكن النفوس ويؤثر في برامج العمل السياسي. خاف المخرج من هذا التطور فألقى ما في جعبته من ثعابين الكراهية وزرع قواه الخفية في أوساط هذا الطرف أو ذاك، فاضطربت النفوس الآمنة واحتدمت المعارك، وأظهر كل طرف استسلاما منقطع النظير للمخرج ليكسب ثقته. يختم الكاتب فيقول: لا أشك لحظة في أن جميع الممثلين في المسرحية العربية الدامية كانوا قد بدأوا يدركون خداع المخرج وهدفه البعيد، لكن الوقت كان متأخرا والدماء كانت قد غطت كل الطرق المؤدية للحل. لم يعد أمامهم إذن سوى مواصلة تمثيلية الموت، وكل منهم ينهق من أعماق أعماقه علي وعلى أعدائه، وتكون المسرحية بكامل فصولها قد انتهت، ووقف من تبقى من ممثليها قبل ثوان من إزدال الستار، وفي العيون دموع وفي الصدور دماء. هذه انتقالة إلى مواقع الإلكترونية وتحديدا من موقع ساحات التحرير، حيث نقرأ مقالا للكاتب عبد اللطيف السعدون الذي جاء بعنوان العراق في قبضة الشياطين. يقول فيه: كنت سألت أيام كنت في الخرطوم في سبعينيات القرن الماضي البصارة السودانية فاطمة، التي قيل أن رؤساء حكومات يستطلعون طالعهم عندها، سألتها عن مستقبلنا فقالت: ستسقط بلادكم في قبضة الشياطين، ستواجهون زمانا هجينا تخوضون فيه حروبا لا تنتهي، تقاتلون وتقتلون، تمتلئ شوارعكم وأزقتكم بالجثث، وتدمر مدنكم وحاراتكم، وتصطبغ بيوتكم بلون الدم، سيصبح لون الدم أكثر قتامة وسوادا من كثرة الدماء التي تسيل على الأرض العربية، ولن تجدوا من يوقف سيلها العرم،
ولسوف يتكالب الأغراب عليكم، كما ستجدون من بينكم من يقاتلونكم بأسلحة قاتليهم، فلا يعود واحدكم يعرف كيف يتوقع وبأي شيء يلوذ، ولا يعرف الآخر منكم من قاتله ومتى قتله. يتابع الكاتب فيقول: أحسب أن المرحلة التي أنذرتنا البصارة بمجيئها قبل عقود قد حلت الآن من دون أن نستعد لها أو نحتاط لمواجهتها، بل أننا طالما سخرنا من تنبؤات المنجمين وقارئي الكف وضاربي الودع. طالما زعمنا أن القادم سيكون أفضل وأننا سنترك لأبنائنا وأحفادنا بلداً موحداً مزدهراً وواعداً بكل ما هو خير وجميل، لكن الأحداث الماثلة كذبتنا والعواصف أحاطت بنا من كل جانب، ونذر الشر تقول لنا أن القادم سوف يكون أسوأ وأسوأ. يتكرر مصداق هذه النبوءة أمامنا كل يوم وتصدمنا. وثيقة صادرة عن بعثة الأمم المتحدة في العراق تقول أن أكثر من 1200 عراقيا قتلوا خلال الشهر المنصرم، وهذه الأرقام بحسب الوثيقة لا تشمل ضحايا عمليات الأنبار التي لم تتمكن البعثة من الوصول إليها، ولا تشمل أيضا ضحايا أحداث العنف نتيجة موجة التهجير الطائفي ونقص الخدمات مثل عدم توفر الماء والغذاء والدواء والرعاية الصحية. يضيف الكاتب: لعلها مفارقة ملفتة أن العراقيين كانوا قبل 100 عام أفضل أمنا مما هم عليه اليوم. فقد كتب توماس ليل الحاكم العسكري البريطاني في العراق عام 1913 أن جرائم العنف لا تتكرر كثيرا في المجتمع العراقي، أما حالات القتل العمد فهي غير معروفة ونادرة، والمجرمون باعتراف الجميع نماذج سيئة ومنبوذة. سوء الطالع أن لا تنبري جموع الشعب بمقارعة مسببي هذه التراجيديات الدموية المغرقة في السواد وتقذف بهم إلى مزبلة التاريخ بعدما استكانت للإذلال اليومية وقد خدرها أدعية الدين، إلى درجة أنها تجزم على وقع ضربات القامات التي تلهب صدورها في مواكب المسيرات العذاب إلى ما قبل 1400 عام، إنما تشهده هو قدر محتوم على هذه الأمة. يختم الكاتب بالقول: هكذا يطول انتظارها، إذن ربما لزمن قد لا ندرك نهايته، ونحن أحياء وهكذا تتكرر مناحاتها وتظل شارتها مكسوة بلون الدم، الذي قال المفكر الفلسطيني الراحل هشام شرابي مرة أنه لون عصرنا، لكن لون عصرنا العراقي اليوم هو الدم الأكثر قتامة وسوادا. الآن إلى موقع كتابات، حيث نطالع مقالا للكاتب خالد القراغولي، وجاء بعنوان: الإسلام تجارة رائجة لكن تجارها ماكرون، حيث يقول فيه أن الإسلام يدعو إلى الوحدة والأخوة والمحبة، ينهي عن التفرق والتنافي والاختلاف والتناحر وقتل النفس، حيث قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إنه أمرنا بالوحدة لأن الوحدة قوة، ولأن في الوحدة عزة وكرامة، فما أحلى التصافي بين أفراد الشعب، لأن أفراد الشعب هم جزء من هذه الأمة، فكلما وجدت هذه الوحدة بين أفراد الشعب صارت قوية ومعززة ومكرمة. يواصل الكاتب فيقول: إننا خرجنا من حرب بشعة وشرسة دخلت فيها كل فنون التفرق والتناحر والفتن، وأكلت المئات والألاف من خيرة شبابنا، وكانت في وقتها وسائل الود والوحدة والتلاحم والتعاطف فيما بيننا مفقودة. كأننا نعيش في عصر الجاهلية، نأكل الحرام، نأتي الفواحش، يقتل بعضنا الآخر، ونقطع الأرحام، ونسيء للجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، نخون الأمانة، نقول الزور. كل هذه الحلقات كانت مفقودة حتى أصبحنا على هذا الوضع السيء الذي لا يسر عدوا ولا صديقا، فلو تمسكنا بديننا قليلا لكان الوضع أكثر أمانا واستقرارا، فالعقيدة أساس الوحدة التي تجمع الشعب تحت رحمة الباري عز وجل، والإيمان بالتوحيد. فرب واحد وكتاب واحد، دين واحد ونبي واحد وقرآن واحد وقبلة واحدة، وإسلام واحد، فلا عنصرية ولا تفضيل.
الكبير على الصغير، ولا الغني على الفقير، ولا الأبيض على الأسود، ولا طائفة على أخرى، ولا مذهب ولا عرقية على حساب الأخرى. يضيف الكاتب: أينما وجدت المحبة وجدت الوحدة، إن الوحدة في الإسلام عزيزة عند الله وعند الرسول الكريم، ويجب على من بأيديهم أمور هذه الأمة أن يحافظوا عليها ويمنعوها من التفرق والتنافر، لأن أعداء الإسلام كثيرون ولا تعجبهم وحدتنا، بل اضطربت نفوسهم وتحركت مؤسساتهم وبدأوا يتآمرون ويسعون بكل الوسائل لإحباط تلك المساعي الرامية إلى وحدة الشعب. فأعداء الإسلام بصورة عامة يملكون من الوسائل ما لا يملكها أحد، يحرضون بعضنا على الكلام ويشيعون إشاعات كاذبة ومغريات حياتية كثيرة. إن الاتقاء من شر هذه الإشاعات هو الإبقاء على وحدة صفنا وكلمتنا، فإنها خير سلاح بوجه هذه التحديات، وكذلك إصلاح ذات البين والتعاون والبر والتقوى والإفاء بالعهد واللين والتسامح وتجنب كل الأسباب التي تؤدي إلى تفرقة الشعب. يختم الكاتب فيقول: بديننا حتما سننتصر بإذن الله ما دمنا نتمسك بالدين الإسلامي العظيم ونعالج الأمور بالحكمة والموعظة الحسنة، والله الموفق. نكمل مشاهدينا ما تبقى من حديث الصحافة بعد هذه الوقفة مع رسوم الكاريكاتير. مشاهدنا،
أهلا بكم من جديد، نبقى في موقع كتابات لنطالع أيضا مقالا جاء للكاتب ثائر الجنابي وجاء بعنوان العراق وزيادته. يقول فيه: كثير من الساسة عندما يتحدثون في المؤتمرات الصحفية من خلف المنصة الشبيهة بمنصة متحدثي البيت الأبيض الأمريكي، نراهم ينفعلون عندما يأتي الحديث عن سيادة العراق بأنه خط أحمر وبأن العراق لديه من القوات ما يمكنه من القضاء على داعش وغيرها، وأنه يطلب فقط الأسلحة والتدريب والدعم الجوي. يتابع الكاتب فيقول: هنا أحب أن أعرج على هذه الطلبات والتي هي عماد أي جيش في العالم، حتى لو كان جيش محمد العاكول. ومع هذا، فلو سلمنا بهذه الطلبات، أليس من المطلوب لتدريب الجيش مكان يتم تدريبهم فيه، أم يتم إرسالهم إلى الخارج للتدريب وكأننا في نزهة؟ هذا من جانب. أما من جانب تقديم الدعم الجوي، أليس من المطلوب أن تكون قواعدنا العسكرية في شتى أنحاء البلاد هي من تستضيف طائرات دول التحالف ضد داعش، لما لها من ميزات كونها قريبة من مسرح العمليات؟ لماذا نصيح ونستصرخ العالم لتقديم الدعم الجوي لنا ولا نقدم لهم الأرضية المطلوبة لتقديم هذا الدعم؟ أيعقل أن تقدم الدول المجاورة أراضيها وقواعدها لتقديم مثل هذا الدعم الجوي وكأن هذه الدول ليس لها خطوط حمر وبأنها دول محتلة ونحن فقط المرفوع الرؤوس ونتباهى بسيادتنا أمام العالم؟ يضيف الكاتب: يا سادة يا كرام، أية سيادة تتكلمون عنها بعد عام 2003؟ فعندما أتى الساسة الحاكمون الآن بفضل القوات الأمريكية والتي قامت بتحرير العراق حسب منطوقهم، فالأولى أن يستمروا بهذا الاتجاه على الأقل لحماية العراق الضعيف المتهالك لحين أن يكبر عوده وينضج، ومنها قيام الاتفاقية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والتي من بنودها الدفاع عن أراضي العراق، ولكن كيف يتم الدفاع عنه؟ هل بريموت كنترول؟ يختم الكاتب بالقول: يا إخوان، من منا لا يحب سيادة بلده وقوتها ومناعتها، ولكن حينما تكون مسلوب الإرادة عليك الاستعانة بالآخر لحين أن يشتد عودك. ننتقل الآن إلى صحيفة العالم، حيث نقرأ تحقيقا جاء بعنوان البنتاغون يقول: نخوض صراعا ثقافيا ودينيا وجغرافيا معقدا في العراق وسوريا. حيث يقول التحقيق: انتقدت وزارة الدفاع الأمريكية تغطية بعض وسائل الإعلام لافتقارها إلى الصبر في بداية حملة طويلة لمحاربة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في كل من العراق وسوريا، وحذرت من أن إحراز التقدم قد يستغرق وقتا، قائلة: ليس بوسعنا قصفهم فيختفوا، لافتة إلى أن هذا صراع ثقافي وديني وجغرافي معقد وصعب نواجهه في العراق وسوريا، وهذا لن يحل بين عشية وضحاها، ولن يحل بالقنابل، ولن يحل بأي شيء سوى الكثير من العمل الجاد والوقت والجهد. وامتنع المتحدث باسم البنتاغون الأميرال جون كيربي عن الإشارة إلى تغطية معينة في كلمته، ووصف التغطية بأنها صاخبة قليلا وتتسم بالمبالغة وليست متوازنة على نحو صحيح. لكن كيربي قال أن 310 غارات جوية نفذت على الدولة الإسلامية حتى الآن في كل من العراق وسوريا هي مجرد بداية لحملة طويلة قد تتطلب أكثر من القوى العسكرية وحدها. وحذر الجيش الأمريكي من أن إحراز تقدم في العراق سيستغرق وقتا نظرا للانقسام الطائفي وطبيعة الحملة البرية التي تقوم بها القوات العراقية والكردية. والوضع في سوريا أكثر تعقيدا بكثير الآن، لأن الأمر سيستغرق على أقل تقدير 3 أشهر على الأقل لتجنيد مقاتلي المعارضة السورية واختيار من يصلح للتدريب. أشار كيربي إلى أن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية لم يعودوا يتنقلون بمجموعات كبيرة في العراء، ولكن يتفرقون لتحاشي الضربات من الجو. وأوضح أن ضربات جوية فعالة لا تعني أن الجهاديين لا يحاولون أو في بعض الأحيان ينجحون في كسف مناطق. وقال كيربي أن هذا صراع ثقافي ديني جغرافي معقد وصعب نواجهه في العراق وسوريا، ولن يحل بين عشية وضحاها، ولن يحل بالقنابل، ولن يحل بأي شيء سوى الكثير من العمل الجاد والوقت والجهد.
ننتقل الآن إلى موقع إلاف ونقرأ تحقيقا جاء بعنوان رجل دين شيعي يقول مقاتلو داعش أذكياء لا يخشون الموت. حيث يقول التحقيق رجل الدين الشيعي العراقي محمود الحسن الصرخي قال أن مقاتلي تنظيم داعش أذكياء ومتمرسون ويطلبون الموت فيما من يقاتلهم يطلب الحياة. أضاف الصرخي رغم عن جهية القتل لهؤلاء لكنهم يعتقدون بقضيتهم التي خرجوا لأجلها، فكيف بكم وأنتم تريدون الحياة؟ لذلك فأن المعركة عقيمة من أولها. ونصح الصرخي في خطبته دول التحالف أن يعترفوا ببسالة وذكاء مقاتلي داعش وأن يجلبوا مقاتلين نظراء لهم كي تكون المعركة متوازنة وناجحة على حد اعتقاده. يقول الصرخي أنا الآن لست عسكريا لكن أجد من الحكمة ومن العدل ومن الإنصاف أن تعترف للمقابل أن أنتم تقاتلون أناسا أذكياء جدا ومتمكنين جدا ومتمرسين جدا، أناس شربوا الموت يطلبون الموت، أنتم تطلبون الحياة، هذا الفرق بينكم وبينهم. الآن عليكم أن تأتوا بأناس يدافعون عن دينهم وعن حياتهم حتى لو ماتوا من أجل دينهم حتى تتوازن الكفة. وهاجم الصرخي الساسة ورجال الدين العراقيين قائلا على الجميع أن يتصرف بذكاء يكفي العناد والطفولية والصبيانية والتحشيد الطائفي والانتهازية وسرقة الأموال يكفي الفساد. لقد أخذتم الكثير وسرقتم الكثير، اعملوا شيئا من أجل الوطن، اعملوا شيئا من أجل الحفاظ على ما كسبتم على أقل تقدير، على السرقات، على الأموال والسرقات التي حصلتم عليها التي كسبتموها. وتوقع الصرخي انهيارا سريعا لإيران التي رأى أنها أنهكت من الداخل وتتظاهر بالعنجهية والقوة، ناصحا الساسة في العراق بعدم التعويل على إيران التي وصفها بالحصان الخاسر، مطالبا التفريق بين النظام والشعب في إيران قائلا يا أيها السياسيون افصلوا بين الشعب الإيراني وبين الحكومة التي ستنهار في أي مواجهة أسرع من سوريا، فالرهان على إيران خاسر وستشهد الأيام على حد قوله. نبقى الآن في موقع إلاف ونقرأ أيضا تحقيقا جاء بعنوان خبراء يقولون داعش قد تستخدم فيروس إيبولا للقتل الجماعي. حيث يقول التحقيق أطلقت مجموعة من الخبراء الأمنيين تحذيرا خطيرا في بريطانيا عندما لم يستبعدوا أن يتوصل مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية داعش إلى طريقة لاستخدام وباء إيبولا لتنفيذ عمليات قتل جماعية في الدول الغربية خصوصا في دول أوروبا التي يوجد فيها أعداد كبيرة من مقاتلي التنظيم ممن يحملون جنسياتها ويمكنهم العودة إليها من دون أي قيود. يؤكد خبراء أن داعش قادر على الحصول على عينات من هذا الوباء بأي طريقة ليستخدمها في نشره في الدول الغربية التي تحاربه مشددين على أن هذا لا يمكن مراقبته أو توقع مكانه أو زمانه. ويبني الخبراء فرضيتهم هذه على وقائع تدل على أن في صفوف داعش من يعرف تمام المعرفة كيف تستخدم الأسلحة الكيميائية والبيولوجية بعدما تبين أن هذا التنظيم استولى بطريقة أو بأخرى على بعض مكونات كيميائية تخص النظام السوري. وعلى الرغم من أن لا أدلة دالغة على أن داعش استخدم هذه المكونات إلا أن وجودها في حوزته يدفع الخبراء الأمنيين في الغرب إلى التخوف من أن يدفع الطموح في التنظيم إلى الاستفادة من تفشي إيبولا في إفريقيا وبلوغ حالات أولى منه الولايات المتحدة وأوروبا من أجل اعتماده نوعاً من أسلحة الدمار الشامل. وتزداد المخاوف من إيبولا الذي يرعب العالم حالياً بعد أن قتل الآلاف في إفريقيا وصلت تباشيره إلى القارة الأوروبية مع اكتشاف أول إصابة في إسبانيا تسببت بحالة من الذعر. ويسود أوروبا استنفار صحي في الوقت الذي أعلنت فيه ألمانيا عن وصول ألماني مصاب بالفيروس إلى البلاد وكان من موظفي الأمم المتحدة في ليبيريا. وقال أحد أطباء مستشفى سانت جورج في لابسيك حيث يعالج المصاب تم استقباله في سيارة إسعاف خاصة وكان في حالة مستقرة لكن حالته ساءت بعد إجرائه للفحوصات.
أعزائي المشاهدين، ننتقل للملفين العربي والدولي ولكن بعد الفاصل. بكم مجددا إلى صحيفة هآرتس التي قالت في مقال لها تحت عنوان الحكومة الإسرائيلية تعيش حالة من التناقض، حيث تقول الصحيفة أن سفر رئيس حكومة الوحدة الفلسطينية رامي الحمدالله إلى مدينة غزة وجلسة الحكومة التي انعقدت في المدينة كانا حدثا تاريخيا، ولأول مرة منذ الانقلاب العسكري الذي قامت به حماس في قطاع غزة في العام 2007 تعود السلطة الفلسطينية إلى القطاع من الباب الرئيسي. وتابعت الصحيفة أن جلسة الاحتفالية في غزة أظهرت أكثر فأكثر تناقض سياسة حكومة إسرائيل تجاه الفلسطينيين بشكل عام وتجاه غزة بشكل خاص. الفجوة الهائلة بين خطابات نتنياهو وبين الواقع على الأرض، وكذلك غياب الاستراتيجية والانجرار وراء الخطوات التي يبادر لها الفلسطينيون. وقالت الصحيفة أن حكومة إسرائيل تعيش في تناقض، فهي أمام الرأي العام و مصوتي اليمين تشتم حكومة الوحدة الفلسطينية، ولكن من تحت الطاولة تتعاون مع الحكومة نفسها. واختتمت الصحيفة بقولها إن إسرائيل رفضت الاعتراف بشرعية حكومة الوحدة الفلسطينية وشجبتها في أرجاء العالم ووصفتها بأنها حكومة إرهاب. والحقيقة أن إسرائيل ليس لها مفر من الاعتراف بحكومة الوحدة الفلسطينية، فالأسرة الدولية تعترف بها وتريد لها النجاح، ولا يمكن لإسرائيل مقاطعة هذه الحكومة أو منعها من أداء مهامها. ختام حديث الصحافة لهذا اليوم، في أمان الله.